حبيبي معلش يا حبيبي صوتي تعبني معلش. بص يا حبيبي، بالنسبة لدكتور أشرف زكي، دكتور أشرف زكي طبعا كلامه كله صح. أنا حضرت كام جنازة هو بيتكلم. دكتور أشرف زكي ده محدش يقدر يعيبه في حاجة، لأنه بجد بني آدم أنا مش شفت زيه. وكنت بحسده، هو يعني ما بينامش 24 ساعة. وحضرتك أول مرة تعرف دكتور أشرف زكي ده زي بيقولوا كده انقذ حياتي. انا كنت بموت، كنت جاي من ليبيا وانا جاي من ليبيا رحت مستشفى، فدخلت مش الدكتور قال ما يطلعوا بره عشان ما يقولش ان انا كنت في المستشفى ديت يعني واعمل لها مشاكل. جه عم احمد سكري اكتشف دكتور اشرف زكي جه على طول، ما كنتش انا معروف قوي يعني، كنتش اشرف سعد اللي هو يعني كنت لسه عامل فيلم واحد او فيلمين بكتير قوي. ودي ميزه دكتور اشرف زكي، بيروح لاي حد كومبارس عامل دور واحد عامل اي حاجه بيروح له. وروح فعلا جه وقال لهم سيبوه بره، وبعد جنب دكاتره يعني هو يعرفهم وفضل ربنا الدكاتره دخلوني تاني المستشفى على مسؤوليتهم، وقالوا الساعه 9 الصبح لو ما عملش لو معاش خلاص هيموت. تخيل انا كنت روحت، الدكاتره بيقول لك كنت روحت كنت هتموت. فده طبعا من اللازم ان الواحد يقول الدكتور اشرف زكي وحطه له في دماغه عمره ما انساه. تاني حاجه، انا امي ماتت ما فيش ممثلين جولي، اللي يتعدى على الصوابع رحمه الله عليه عم شعبان الرحيم محمود الليثي كده كام حد يعني عشان ما انساش حد. قالوا لي لو عايز تعمل عزا والفنانين كلها تجي لك هاتهم اعمل عزا في المهندسين في حته كده عشان الناس هيخافوا يجوا شبرا بقى يتضربوا بين الصور واللي والكلام. قلت لهم ازاي انا معروف على طول من شبرا ولازم اعمل العزاء عندهم، احنا شعبيين ولازم نعمل الكلام ده. النقيب بتاعي ما جاليش، نقيب الغنى استاذ هاني بعت المندوب بتاعه، ودكتور اشرف زكي اللي جالي. فعمر ما حد يتكلم عن دكتور اشرف زكي ولا يقول ما جاش ازاي، ما يقدرش، ما حدش حاجه من الاتنين. لو عيان هيجي لازم يكون خارج مصر، لازم دكتور اشرف زكي عشان ما جاش عندنا حسن حسني وانا بتابعه وعمال يكلم زميلي مكرم. يعني مشكله انا ما اتكلمتش دكتور ان عمال كان بيكلم زميلي مكرم من النقابه ومتابع المواضيع عشان هو كان بره مصر بره القاهره. يعني دكتور اشرف زكي ده انا بقول له بقى انت يعني سعد صغير روح كام، انت عمرك ما سبت عزا واحد، فما حدش يقدر ينتقدك يا دكتور اشرف يا طيب وربنا رب يكرمك. هو حد يفكر انا بتكلم عشان نقيب؟ لا، انا قلت لهم وقعتين، ده جالي العزا عند امي في شبرا كنت بموت وطردوني بره المستشفى، والدكتور اشرف زكي اتعالجت بره المستشفى على الترول اللي بره، هو اللي بعت جاب الدكاتره. كنت انا مين عشان يبعت يعمل معايا كده يعني؟ فهو وحتى انا اقول له انت بتنام ازاي؟ وبعدين دي شهاده مش سعد صغير، مين سعد صغير؟ مش شهاده عمالقه الناس كلها، احمد السقا استاذ احمد السقا وعادل امام. الراجل ده بجد بجد ربنا رب يزيده ويمسك منصب اعلى من ده، يا رب يكون وزير وزراء لانه يستحق كل خير. واسف ليك لدكتور اشرف لو انا كنت يعني غلطت في التعبير، بس اللي الناس ما تعرفوش ان هم في جمله بس ان انا كنت قايل بعدها نفس في قناه بتاع واحنا خارجين لما سالت ان الدكتور ان بوليس مانير يلا نمشي يلا محتاجين حاجه وبتاع بالليفه العربيه، قال لي تصدق فلان وفلان اتصل ورحت راجع تاني ومكلم الناس على فكره وسبايم وفؤاد واستاذ كانوا جايين. انا لو عايز شهره ما كنتش قلت كده. وفاجئني بقى النهارده وانا بقول له بقول لك ايه حد كلمك تاني عشان ننزل؟ قال لي صح احمد بدير كان موجود. قلت له ايه صح احمد بدير كان موجود بس الكمامه يا عيني مغطيه وشي او حاجه زي كده، ممكن الصحفيين ما شافوهوش وفي ناس شافوه وما رضوش يتكلموا وخدوا الكلمه بتاعت سعد وعملوا منها موضوع. بس مش مشكله، كله عند ربنا الحمد لله. والنبي في حقيقه غايبه لازم الناس تعرفها. بعد ما خلصنا الدفنه الاستاذ بيومي فؤاد الاستاذ اشرف عبد الباقي اسقس كلموا استاذ منور مكرم وقال له احنا جايين، قال لهم ده احنا خلصنا خلاص الدفنه، فلازم الناس كلها تعرف عشان ما ابقاش انا يعني زي ما بيقولوا كده فرحان ان انا لا كان في ناس جايه. انا قلت انا زعلان من الناس فعلا عشان ما جوش ممثلين ما جوش، فالناس دي كانت جايه فلازم الناس تعرف.
وطبعا هم اكيد مش هيطلعوا يقولوا الكلام دوت عشان هم اكبر من كده. حبيب قلبي ربنا ما يحرمني منك.